بقول لك ايه، انا مش قادر افتح عينيا بالضوء، فك السلسله بقى. مش دلوقتي يا رامبو، لازم تهدى تماما، انت لسه خارج من الضلمه واعصابك لسه مشدوده. يعني فكك وتعضني وانت لسه متشرس طازه؟ خد وقتك كده، ريلاكس خالص. بعد كل اللي انت عملته فيا ده وعايزنا ابقى ريلاكس خالص؟ ريلاكس معايا انا، معايا انا بس، انما شرس على الاعداء. انا مش بشرسك عشان تهبشني يا خال. انا جوايا نار، انت اللي ولعتها. ولعتها عشان الخير، مش عشان تهبشني وتحرق الكلاب والقطط. على كده لازم حركتي تكون بحساب. طبعا، انت بقيت زي الرجل الاخضر دلوقتي، بيتنرفز بس على قوى الشر. طب عندك اقتراحات بخطط معينه عشان نواجه الكلاب دي ونمنع مشروع البلوبيف بالكوارع؟ مش لازم نندفع والغرور يركبنا، كل خطوة لازم تدرس بعناية. في ايه يا مسمار؟ جاي جاري ليه؟ الحق يا زعيم، كلابك اتضربوا وهم بيوزعوا البلوبيف، واتاخدت منهم كل العبوات. ومين اللي عمل كده؟ عصابة كلاب غريبة من برا الناحية؟ اللي عمل كده كلب واحد بس. وازاي يتجرأ الوقت ده؟ يبقى مين؟ مين اللي أمه داعي عليه؟ رامبو. رامبو، حلو، لا ضحكتني. رامبو الكلب المسالم الوديع الطيب، اتحول زي أيبك. مبقاش مسالم ولا وديع، ده بقى زومبي يا كبير. أنا حاسس إنك بتتكلم عن كلب تاني مش رامبو. اتشرس يا عم الكلاب والرياضة. ومين اللي شرسه؟ كان واحد من رجالتك وانت اديته رجل. هو لسه عايش؟ الطباخ كراميله، اويلهم مني اويلهم. تفتكر ايه اللي يلوي دراع رامبو؟ كانت جولييت، وانت عارف بعد ما خانته معايا نطرها وجراويه ماتوا كمان. وجراويه ماتوا؟ مين تاني من عيلته؟ قولي. جولييت كانت قالت لي ان ابوه وامه عايشين في مزرعه بتاعت الظابط اللي بيربيهم. وانت تعرف طريق المزرعة دي فين؟ لا اكيد بخيبة، معرفش الصراحة. بس احنا بقى هنعرف. انا اقدر اتقص عليها واعرف لك قرارها فين المزرعة دي واجيب لك خبر في اسرع وقت. خد معاك رجالتنا تبوا وتغطسوا وتجيبوا لنا الست نواعم مامة رامبو. طب وابوه عم تايجر نخلص عليه؟ هو هيخلص لوحده، ده بيطلع في الروح. هاتولي ماما نواعم تاخد معانا الدرينك بتاعها او فنجان الشاي بتاع الفايف وكلوك. الموقف ابتدى يتأزم يا رامبو. ايه اللي حصل؟ ابتدى الهجوم بشراسة. هقول لك على خبر وحش. ده وحش قوي، هيعصبني. ما تقولش وحش قوي وهيعصبك ولازم تعرفه. مامتك الخاله نواعم. مال امي بمتامنه؟ مش فاهم. دخلت الطرف في اللعبه. اوعى تقول انها انضمت لفتوه الحراميه. لا، مامتك خطفها فتوه الكلاب في الجبل، وزمانها دلوقتي بتعوي في بطن الجبل. انت بتتكلم جد؟ طب وراس ابويا تايجر؟ لا هد عليهم الجبل. اهدى اهدى عشان طنط نواعم ما تتاذيش. انت عرفت الكلام ده كله ازاي؟ مخيمر اللي قال لي. ده القط البدوي كان صديقي من ايام الجبل، ايام الخيانه والندله والخسه. مش كان حبيبك برضه في توت الغبره زعيم الاوباش يا معدوم الضمير؟ هو انت مستقطر على ضميري يرجع لي تاني واحس بغلطي واصلحه؟ دي في حد ذاتها تعتبر بطوله. ما تخرفش، مفيش اي بطوله، انت كومبارس صامت. رجع له ضميره بعد ما صايب عملها وكوارث وضحايا. المهم عاوز اقول لك انك رغم شراستك دلوقتي انما ما ينفعش تهاجم الجبل لوحدك. ايه، هتيجي تساعدني ولا ايه؟ انت عارف برضه ان ما ينفعش اواجه الكلاب بقوتهم وحجمهم. انا معاك بالمخ بالاراده، بدعمك بالفكر. اه، وانا هواجه المجرمين السعرانين دول بالفكر؟ ما هي مش فتحه صدر يا رامبو، لازم تخطيط وعدم تهور، واكيد انت محتاج كلاب في ظهرك. كلهم بيترعبوا من السعران، مين هيرضى يجي معايا؟ احنا نقدر نسخن الكلاب الحرافيش وناخدهم في صفنا. وانت تقدر تروح تلف عليهم وترسيهم على الدور ده؟ او او ضحكتني. انت فاكر الكلاب هتسمعني؟ دول عاوزين يحرقوني بجاز، انا بالنسبه لهم زي هايزنبرج. كلب ده ولا ايه؟ كلب ايه ده؟ الطباخ اللي بيطبخ الهيروين في مسلسل بريكنج باد، اسمه قدام العصابه كان هايزنبرج. ايوه، هو والواد الاقرع جيسي، فاكرهم. انا كنا نتفرج على المسلسل ده بالليل في الجنينه، فاكر؟ لازم نقنع الكلاب الحرافيش، بس الوقت مش في صالحنا. انا عندي فكره نقدر نبلغ بيها كل الكلاب في وقت واحد. ايه هي الفكره دي؟ فاكر ايام الانتخابات؟
يا اهالينا وحبايبنا في الخرابات، يا اهالي الخرابات والبلعات الكرام، كل كلب غلبان يتيم بقه اتخلع او اتكتف ودنه ظلم في مشاجره، كلابنا الحرافيش المكسورين المتكسرين المنكسرين اللي نايمين تحت الارصفه، فتوه الكلاب الظالم زحلقكم باكياس البلوبيف المسموم، واكد لكم انه مسموم. شوفوا الضحايا قد ايه، ضحايا الكوارع الفاسده. تعالوا ورايا يا ابطال نواجه السعراء، انتقموا للكلاب اهاليكم من كلب الكلاب. انبحوا وراي، ولا انكسار ولا انهزام ولا خوف ولا عظم نابت بالخلا بالخلا. هو هو ونونا وبالغنى. ايه يا عمهم داخلين على بطن الجبل؟ هما الحرافيش رجعوا في كلامهم؟ انا وانت هنخش نواجه العصابه لوحدنا؟ الحرافيش عودونا على انهم يظهروا في الوقت المناسب. عودوك انت؟ عودوا مين بالظبط؟ انا كده رايح في داهيه. التاريخ اكد لنا صدق الحرافيش، التاريخ بيقول كده. وانا هعتمد على التاريخ؟ انا كمالي ومال الشغلانه السوداء المهببه دي؟ التردد يا صديقي، انا غلطان، كان لازم اديك كورس الشجاعه قبل ما نواجه المحنه دي. دخلنا في الجد يا رامي. اللي هيقرب مننا هيزعل بقيه حياته اللي جايه، ده اذا عرف يكملها وهو سليم متعافي. اهلا اهلا رامبو شرس، ويا محاسن الصدف. ايه بقى اللي لم الرود فايلر على الشراسي؟ لما البزراميت بقى لهم سعر قصاد الكلاب الجدعان الفتوات. من امتى البزراميت كان ليهم سعر في السوق اساسا؟ من يوم ما ادوكم على قفاكم وبقوا الفتوات. من امتى كتكتها فتحت في ديوكها؟ لما كتكتها اسنانها حميت وركبوا ماسك الاسود. بس تحت الماسك الكتكوت هيفضل كتكوت. هي الكتاكيت ليهم في النبابيت. اخاف اطلع النبوت، مش عاوز اخض الكلاب والجماهير. ما تخمنش، يكون في كلب عنده القلب يتخض يروح فيها. نبوتك قصاده نبوته وتوتو على كبوته، يعني كل كلب فيكم هيحط كفن قصاد التاني، والحرافيش جايين هم يتفرجوا، واللي شق دماغ التاني يبقى هو الفتوه. حقنا ان دماء الحرافيش. احنا مش عاوزين نأذي رجالتك الكلاب، هم يحكموا ليهم الخيار، يبقوا معاك ولا ينضموا للحرافيش. انت يالا رامبو، انت يالا رامبو متأكد انك تقدر يالا توقف قصاد نبوت فتوة الكلاب وجميع خربات؟ انا زعيم. ها بلاش بقى المؤثرات دي وتعوج لنا بقك زي الخط، فرجنا هتعمل ايه. طب خد دي، ده انا هكسر عظمك، خدي كمان. طب ايه رايك بقى؟ ايه رايك في دي؟ خد الو في دي. ايه رايك انت في دي؟ ما جاتش فيا، ما جاتش فيا. طب خدها في الحته الفاضيه. اي اديله القاضيه في الحته الفاضيه يا رامبو. اديله القاضيه يا رامبو في الحته القاضيه يا رامبو. اديله القاضيه يا رامبو في الحته القاضيه يا رامبو. خد خيط دي في الحته الفاضيه برضو. دماغي فتوه بقوه. اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. اديته القاضيه. اسم الله عليه، اسم الله عليه. في دماغه الفاضيه. اسم الله عليه، اسم الله عليه. ده جزاء كل بوبي ظالم. اسم الله عليك يا رامبو. حبيبتي يا امي، انا فخوره بيك، مش عشان خلصتني، إنما عشان خلصت الحرافيش الغلابة من الكلب الواطي الظالم ده. كان لازم أعمل كده يا ست الحبايب، إنما أنت إزاي الكلاب دي خطفتك من المزرعة؟ شمموني يا ابني المنديل. وبابا تايجر كان فين ساعتها؟ هو مش فاهم الغيبوبة؟ الحمد لله، الحمد لله رجع تاني. هو بيروح ويرجع من الغيبوبة مزاجه ولا إيه؟ محد يتابع يا جماعة معاه. أصل في حاجة عنده في النخاع الشوكي، لما تجيله يروح في الغيبوبة ويرجع من الغيبوبة. طب وحياتك لما يرجع المرة الجاية قولي له ابنك ريكس نفسه يشوفك. ريكس يا مين عالم هو فين؟ على العموم يا أمي، سواء انت اعتبرتيني خالتي أو عمتي أو في منزلة ريكس، أنا بعتبرك أمي. انت وريكس ولادي. هو أنا ريكس بس ربنا عينك، ولا مش عارف اعتبريني أي حاجة. ايدك أبوس، ايدك أبوسها ورجلك يا ست الحبايب، يا مغيبة انت حبيبتي.